استاذ ابراهيم عيسى دايما فيه هجوم شديد عليه وشرس عليه، وتحديدا بعد ما بدأ يدخل في بعض الثوابت زي الاسراء والمعراج، شفتها ازاي؟ لا بصي، انا الاستاذ ابراهيم طبعا انا بعتز بيه، لان انا اشتغلت، يمكن هو اول رئيس تحرير اشتغلت معاه، لكن لا ادعي ان احنا بينا صداقه، ولا ادعي برضو ان بينا محبه، يعني مش يعني احنا محايدين في مشاعرنا تجاه بعض، يعني تميل الى البعد اكتر من القرب بالمناسبه يعني. لكن في النهايه انا استضفته وعملت معاه حلقه من الحلقات المهمه جدا بالنسبه له، لان اتكلمت معاه كروائي يعني. هو الناس ابراهيم عيسى عنده شويه غصه كده، مثلا ان هو بيكتب روايات بس ما حدش معترف بيه كاديب على سبيل، دي عامله له مشكله شويه يعني، انه الوسط الادبي يعني والنقد في مصر ما بيتعاملش معاه ان هو كاديب كبير، فدي عامله له شويه. فانا عملت معاه حلقه ان هو كروائي، نتكلم معاه كروائي وبتاع وحاجات كده، لكن في النهايه هو الراجل شايف انه ده بيحقق له ما يريد، حاله الاختلاف الحاده، الوصول الى الحافه في الخلاف، اللي هو يعني انا هقول لك على حاجه في مساله الاسراء والمعراج بس. والله العظيم انا من النوع، حتى هذه اللحظه يعني بحب اقعد على القهوه البلدي يعني، مش وتقعد مع الناس وتقعدي، بس شغلك لو انت ما سمعتيش الناس هيبقى في حلقه مهمه، في حلقه مفقوده يعني، وبشكل حقيقي يعني، مش بشكل بقى انه تبيني ان انت ازاي قريبه من الناس وبتقعدي مع الناس وحاجات كده. كان محمد علي خير الله يمسيه بالخير يعني، صديق عزيز، قال لك انا الاعلامي الوحيد في مصر اللي بقعد على قهوه بلدي بين الناس. يا عم مش ميزه على فكره، ما يعني الطبيعي ان انت تبقى قاعد مع الناس. فايام اسراء المعراج ده والله العظيم جه واحد قال لي وانا دلوقتي مفروض يعني ان انشغل بانه انا ادور على لقمه اجيبها للعيال، ولا ابقى مشغول بالنبي طلع المعراج ولا ما طلعش. قلت له انت ايه رايك؟ قال لي لا انا بقول لك انت ايه رايك، يعني انتوا شغلنا بحاجات غريبه والناس قاعده تتخانق. قال انا راجل طالع بقول يا رب يعني ايه ترزقني عشان العيال تاكل. فهل معتقد ان انت هبقى انا قاعد مهتم بقى بالخلاف اللي انتوا عاملينه ده، وفي عذاب قبر ولا ما فيش؟ اصل ابراهيم عنده شويه حاجات، شويه كذا قضيه كده، عذاب القبر. طيب ماشي، انا اقول لك على حاجه، لا اللي بيقول في عذاب قبر شاف، ولا اللي بيقول مفيش عذاب قبر شاف، ده مستند لنصوص وده مستند لنصوص. خلاص، فما تاخدش على صدرك قوي كده يعني. لا ما تاخدش يوصل للحقيقه، ما تاخدش ما حقيقة ايه، ما هو حقيقة هو كان نزل وشاف ان مفيش عذاب قبر، ولا اللي بيقول ان في عذاب قبر ده نصوص موجوده. انا مؤمن بالنص. خلاص، انت مش مؤمن بالنص، بس هو مش هيعترف بده. يعني هو مش هيجي يقول واخد بالك انا مش مؤمن بالقران، مش هيقول، بس هو بيجي يقول لك ايه، انه في نصوص وناس مفسرينها ان في عذاب قبر، بس هم ما شافوش. وفي اراء تانية، منها الشيخ الشعراوي على فكره بيقول ان فيش عذاب قبر، يعني الشيخ الشعراوي بيقول ان فيش عذاب قبر. الناس مثلا ايه، ما مش وكل اللي هو بيقوله ابراهيم، في علماء ثقات قالوه، وعلماء تبنوا عكسه وبتاع، بس هو بيجي للشخص، خلي بالك هو ليه الناس بتتصدم بالحاجات دي؟ لانه المصريين برضو عارفه غلابه، وماسكين في حبل الدين ده، انه ده الانقاذ. ايوه يعني، فانت ما تبوظهوليش كمان يعني، انا ناقصك يعني، انا عشمان الدنيا مش عطياني حقي قوي، وطالع عيني وغلبان بعدين. فانا يعني هم قالوا لي انه يعني بيقولوا انه في اخره وفي جنه وفي نار، فانت جاي تهديها لي كمان يعني، انا ناقصك ما تسيبني.